مرحبا بيكم جماعة مشاهدين في برنامج مطبخ ست البيت. النهاردة احنا نعمل محشي. احنا نعمل محشي كرنب، ولكن بطريقة مختلفة شوية، مش زي ما احنا متعودينه بنعملها هنا. احنا نعملها بطريقة شرق اوروبا، زي ما احنا بنعمله عندنا. نعملها بصوص طماطم. احنا دلوقتي نحضر الحشو الاول. احنا بنحشي، احنا بنحط ناخد طاسة دي. ناخد طاسة، احنا بنحشي لحمة. هنا احنا في مصر بنحشيها، معظم الناس بيحشوا رز، احنا لا. المكون الاساسي هو لحمة. دي زيت في اللحمة. احنا نعمل نحط بصل بلانشيه. احنا ناخده بنحط بصل شوية على النار ونضيفه اللحمة. رز نص سوا، لحمة، بصل، وبقدونس. وبعد كده احنا نعمل صوص طماطم. نحط كل المحشي دي في حلة، نضيف الصوص طماطم ونسيبه على النار. وجنبه احنا هنعمل سلطة خيار وجزر وفرخة مسلوقة بصويا صوص. السلطة دي جايلنا من شرق آسيا. احنا نعمل النهاردة واحدة وصفة من شرق اوروبا، واحدة من شرق اسيا. احنا كده يعني شوية شر واحدة من كل فيلم اغنية زي ما بيقولوا. احنا نحط بصل. انا حطيت بصل كله على بعضه عشان كمان بصل احنا هنستخدمه في الصوص. في اللحمة جوه في حشو هيجي تاني واحدة. جوه في اللحمة في الحشو هيجي بصلة صغيرة واحدة. تمام، احنا نحط بصل. تمام، هو مجرد ياخد لون مش اكتر، عشان هو ينزل ما يبقاش حدش، ما يبقاش ايه اللي هو طعمه بصل، انه يكون ياخد طعمه سويتي. حط بصل. طيب عندنا احنا نحضر حشو. طبعا كرنب زي ما احنا بنعمله بالظبط، نعمله نص سوا، بنحطه في ميه مغليه. اهو الكرنب عندنا عشان يكون احنا نقدر نتني منه حاجه، نعمل منه حاجه يكون طري. احنا طبعا عارفين واحنا بنسلو بنحط عليه خل، معلقه كبيره خل. ليه؟ عشان كرنب ما يطلعش الريحه. كرنب لما بتسلق ريحته مش لطيفه. بسيطه جدا، احنا نحط عليه معلقه خل، اي خل. على 300 جرام لحمة عندنا 100 جرام رز نص سوا. احنا ليه في احيانا الناس بيحطوا رز مش مستوي، ولكن هو لازم يقعد كتير شوية، وانا بحط نص سوا. ليه؟ عشان هو لما يستوي ما يكبرش، وهو لما يستوي هو ما يكبرش وما يتقطعش الكرنب. تمام، هي هيكون رز حوالي كوبايه، احنا حاطين هنا اكتر حاضرين، ولكن مكون الاساسي زي ما نقول لحمه. رز مش عايزين ناكل رز. رز بنحط ليه؟ عشان يمسك في اللحمه فقط لا غير، عشان هو يمسك في اللحمه. احنا نعمله كده، نمسكه نقلبه. عندنا ايه؟ عندنا بصل ياخد لون فقط لا غير، ما يستويش. ناخده بحراره الطاسه شويه، ياخد حراره ياخد طعم. هو احنا عارفين لما بصل بيكون يقعد الطاسه شويه هو بيغير طعمه. احنا عندنا ايه؟ عندنا شويه بقدونس. احنا نضيف شوية بقدونس. تمام كده. احيانا في بعض الستات عندنا لما بيطبخوا محشي كرام بيحطوا عليه بيضة عشان يمسك في بعض، انا ما بحبهاش، انا ما بحطش اي بيضة. تمام، حلو قوي كده.
عندنا بقدونس. احنا عارفين انه بقدونس احنا ما بنقطعوش كتير عشان هو ما يفقدش طعمه، ما يبقاش هو ما ينزلش زي ما بيقولوا زي ميته. خلاص زي دي هنا زي ما هو، يجي هنا على طول. ادي طعم حلو جدا باللحمة. احنا لما بنعمل اللحمة مفرومة وفي بعض الاطباق بعض الوصفات شايلين بصل، لا زي ده بالظبط اللي احنا بنحط شوية طاسة هو بيغير لونه. نعمل حاجات كتيرة كده بالشكل ده. تمام اهو، طبعا ملح فلفل وكزبرة ناشفة. كرام بيحب كزبرة ناشفة، كرام بيحب كزبرة ناشفة وبيحب ايه كمون. كله ده احنا ممكن نضيف في صوص، او كمون يروح في صوص. كزبرة ناشفة وملح يجي هنا، انه لحمة برضو بيحب كزبرة، يروح فين من غير كزبرة. في فلفل عندنا، فلفل عشان ما نحطش اي حاجة تانية، ده نشيله. نقلبه. واحنا حطينا طاسة عشان نحضر الصوص، هنبدأ نحضر الصوص. هنبدأ نحضر الصوص واحنا بنلف في محشي، بنلف محشي جيت. صوص طماطم، احنا نحط بصل، جزر مبشور، صلصه طماطم وكريمه. انا قلت في احدى من حلقات انه اكلات كتيره في الشرق الاوروبا احنا بناكلها بكريمه، بنحب احنا عجين وكريمه ويكون حاجه تقيله دسمه شبع حاجات كده. ناكل هي مرة. عندنا محشي احنا بنعمل بسم الله ما شاء الله قد كده، مش كده، لا هي سهلة نلف وقد كده، كلت واحدة سبق خلاص. هي دي ده الاكلات اللي احنا بنعملها. وايه تاني احنا بنحضر؟ حشو اهو. اللحمة انا ما بحطش بيضة، الناس بيحطوا بيضة ليه؟ عشان يمسك في بعض، ولكن احنا شايفين ان هو بصل واللحمة يدي ينزل ميته وهو هيمسك في بعض، مش محتاجين اي حاجة تانية. انا عايزة اضيف ملح تاني، رشة ملح. يفضل طبعا ان احنا ما نكترش في ملح، انه عارفين انه ملح لما بينزل في جسم ما بيخليش بيخلي ميه تمسك في جسمه. بصل، هي بصله واحده كبيره او اتنين صغيرين. تمام ده صوص. هنا احنا نجيب حلة على طول، عندنا كرنب نحط طبعا ورقة تحت زي ما احنا عارفين، ممكن ورقتين نحط تحت. عندنا كرنبة كبيرة، عندنا كتير مش مشكلة. طبعا ورق ايه بايظ شوية اهو، لا ما نحطش كله، احنا نحط ورقة تحت وورقة فوق عشان كأننا احنا بنفرش لمحشي بتاعتنا. احنا بنفرشه سرير كده، نحط محشي احنا بنعملها كبيرة ما بنعملهاش احنا صغيرة. زي ما انا قلت احنا كلنا مرة واحدة، ادي غدا. بنحط شوية حلوين، معلقة تقريبا، معلقة كبيرة، ونلفه زي ظرف كده، نعملها ظرف كده بالشكل ده. بالشكل ده نحط ايه الطاسه،
عندنا صوص بتجهز. ناخد واحدة تانية. طبعا نشيل نشيل وينزل على دول مش عايزينه. ورق كبير معلقة بنعمل ظرف. اوكي جزرتين كبار صغيرين او جزرة كبيرة واحدة اي صوص طماطم. احنا بنحب يكون بصل وجزر اللي متوفر عندنا كتير احنا بنحاول نستخدمه في اي مكان. اوكي لازم يقعد شوية. ايه بقى احنا ايه ان هو يجي منه يتعمل منه زي بيوريه نحط عليه ملح لانه الملح بيخلي اي نوع من خضار يستوي بسرعة ويتقلب على بيوريه ما يبقاش كل قطعة لوحدها. نحط ملح ونزود الزيت عشان جزر بيشرب زيت كتير ما نكترش عشان ما يبقاش ايه ان هو مغرف الزيت. واحنا ايه بنكمل احنا بنشوف هنا وبنكمل ايه محشي بتاعتنا. ومحشي عندنا سهلة احنا بنعملها كبيرة مش محتاجة وقت. انا مش اللي هو لما بنيجي نعمل محشي صغير ده لا متعب قوي متعب. واحد بيقول لا لا انا ما بحبش محشي عشان واحد مجرد مش عايز يعمله. بس لو حد تاني يعمله اه احنا بنحب محشي غير كده لا. احنا ممكن نشيلها عشان ما نكترش برضو في كروم. احيانا بنفسه حشو احنا ممكن نحشي فلفل. احنا ممكن نعمل لا ايه ده حلو. احنا ممكن نحشي فلفل كوسة باذنجان. باذنجان لا احنا ما بنعملش محشي باذنجان عموما عندنا. ممكن نعملها احنا هنا ما عندناش اي مشكله. فلفل بنعمله بكوسه او لو نحط فلفل اللي هنا هو يزود طعم فلفل. لا محشي كرنب احنا بنفضل نعملها لوحده. في صوص طماطم احنا نضيف كريمه بنحب احنا كريمه هنا كده دي تقيلة شوية. احنا بنعملها زي ظرف. احنا بنعفله زي ظرف بالشكل ده تمام. على الصوص احيانا في بعض الناس عندنا بيعملوا من غير صوص طماطم بيعملوا مثلا جزر وبصل وبس او بيحبوا مثلا طماطم من غير كريمه. انا بحبها بكريمه طبعا. احنا عايزين كريمه عايزين حاجه يكون دسمه تقيله يكون حلوه جميله. السلطه اللي احنا نعملها احنا نعملها جايلنا من شرق الاسيا تمام. احنا نحط عليها كمان صدر فراخ خيار جزر صويا صوص خل بلزاميكو واومليت. من ضمن اكلات الطاي او شرق اسيا عموما هما بيحبوا بيض بيحطوا بيض كتير على 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 سلطه. هما بيحطوها على السلطه بيحطوها في سبرينج رول اللي هما بيعملوه تمام. هي متقطعه شويه ولكن مش مشكله احنا برضو نقدر نلفها على الظرف. احنا حطينا ايه حطينا ملح وفلفل احنا مستنيين لما الصوص يستوي اهو. عندنا ايه محشي ما شاء الله كده. واحد ياكل محشيه واحنا بناكلها مش في مقبلات نو احنا بناكلها في وجبه رئيسيه. لو عندنا عزومه وترابيزه سفره كبيره طويله جميله حلوه كل حاجه من دول احنا ممكن نحطها في مقبلات نعملها على حجم اصغر شويه. ولكن هي الجزر بدا يسيب نفسه. ولكن عموما
في حياة عادية عادي في البيت نعملها كوجبة رئيسية. نحط مين؟ ملح، كزبرة، لنا كزبرة ناشفة نحطها برضو، الصوص ممكن نحط كمان بابريكا. بابريكا يدي لون احمر، احنا عايزين لونه كده كده في لون، ولكن بابريكا ماشيه كويس جدا 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 مع صلصه طماطم، هي بقوي صلصه طماطم. دي مين؟ دي كمون. كرام بيحب الكمون، بحبها جدا. دي احنا حطينا حاجاتنا بهاراتنا، نرجعهم نقلبهم. اهو بدأ يطلع ريحة، احنا ممكن ناكل كده من غير صوص، احنا ممكن ما نعملوش. طبعا لما احنا بنطبخ في البيت، لما ماما كانت بتطبخ في البيت ان هو نص حاجات دي يتاكل كده، يعني هو لسه مش مطبوخ. نحط ملعقتين تلاتة صلصة طماطم، خلينا في تلاتة عشان يكون ليها طعم طماطم. لو تحبوا تحطوا طماطمية طازة ما فيش اي مشكلة، احنا بنقشرها بمية سخنة، بنحط طماطم لمدة نص دقيقة في مية سخنة ينزل عليها قشرة، نفعصه نغرسه ونحطه هنا، وكمان نضيف عليه ملعقتين صلصة طماطم. انا مش عايزة احط طماطم نفسه، حطيت ثلاث مقالي صلصة طماطم، مية، كوباية مية، كوباية مية، كوباية مية، نقلب نقلب. صوص لازم يكون كتير. ليه؟ ما احنا لو احنا نعمل، ما انا بوقع دي طبعا، يعني ابوظ بلوزه الوان دي، جبت مخصوص عشان نعمل محشي، جبت بلوزه مخصوص. لو احنا نكون كله الوان، انا الوان وده الوان واحنا كلنا الوان. انا بحب احط كريمه او قشطه، عاده احنا بنحط عليها قشطه. الصوص ده لمحشي كرومبا احنا بنحط قشطه نص كوبايه مش اكتر، ما تزودوهاش قوي، هي نص كوبايه. يبقى احنا على ملعقتين صلصه طماطم او توماتو او ثلاث مقالي صلصه، بنحط نص معلقه قشطه او كريمه لباني وكوبايه ميه. وادي صوص، صوص ما يوتش كتير، ما يوتش النار كتير. احنا نستنى، احنا عارفين نستنى اول بابل يعمل كده، اهو هو ده، هو ده. استنى شوية ما يبقاش ما يغليش، هو هيغلي مع محشي، ما يبقاش يغلي، احنا عايزين ندوق لو في حاجة ناقصة. حلو، جميلة. ممكن نضيف مية كمان شوية عشان هو تقيل، طلع تقيل، كان عندنا محشي كتير. شوية احنا نطلع فاصل ونرجع بمحشي ملفوف وجاهز وصوص جاهز.